24 أيار 2023، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج هنا بيروت التي أستضيف فيها الصحفي والكاتب الاقتصادي منير يونس للحديث عن عدد من المواضيع الاقتصادية. نبدأها بموضوع قضية حاكم مصرف لبنان ومذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن الانتربول تنفيذا لمذكرة التوقيف الفرنسية، وماذا عن المذكرة الألمانية التي هي بصدد أن تصدر بحقه كمذكرة توقيف، وهو منذ قليل وصل إلى قصر العدل حيث سيتم الاستماع إليه من قبل القاضي قبلان. أيضا سنتحدث عن موضوع التصنيف، وضع لبنان على اللائحة الرمادية، ماذا يعني هذا التصنيف، ماذا سيترتب عليه، ماذا كيف سيؤثر على موضوع التحويلات من الخارج إلى لبنان ومن لبنان إلى الخارج، ومن يتحمل مسؤولية هذا التصنيف وإعادة لبنان إلى الدول التي تعتبر متعاونة. إضافة إلى مواضيع اقتصادية أخرى، أرحب بك أستاذ منير يونس الصحفي والكاتب الاقتصادي. أهلا بك. خلينا نبلش من حاكم مصرف لبنان، وصل منذ بعض الوقت إلى قصر العدل. مفترض على 3 كان يعني تبدأ هذه الجلسة يلي رح يمثل فيها أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، وبحسب معلومات الجديد أنه هناك عدد من الأسئلة ستطرح على حاكم مصرف لبنان، ورح يتم إبلاغه عن الإشارة أو المذكرة الحمراء اللي أصدرها الانتربول، وسيتم حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي. بداية، كيف تقرأ حضوره اليوم إلى قصر العدل؟ أنه ميرسي حضر، يعني لأنه المرة الماضية راحوا يجيبوه ما لقوه، مثل ما قالنا شرب البوسمراش، وفجأة اليوم بيجي عادي. يعني حتى تعرفي قديش يعني في تمثيلية فيها. هذه واحدة. اثنين، حاكم مصرف لبنان مدعى عليه بلبنان، في ادعاء عليه من القاضي حموش هو وآخرين. فبالتالي انه والله بدنا نشوف شو عنده ملف بفرنسا ونسأله شو قصة الفرنسيين معك، وبدنا نطلب الملف من فرنسا، ولا بعد شوي بدنا نطلب ملف من ألمانيا ثم بلجيكا واللوكسمبورغ واللخشنشتاين وموناكو، هو دي كلهم جايين على الطريقة. في ملف لبناني مدعى عليه في رياض سلامة، محول على الادعاء هو وآخرين، هو أخوه مريان الحويك وآخرين. ليش ما عم يتقدم هذا الملف؟ طيب حاول أكثر من هيك. مدعي عام التمييز غسان عويدات سمح وطلب من إلينا اسكندر أنه تفوت بارتي سيفيل لحفظ حق الدولة. يعني وقت اللي المدعي عام التمييز بيطلب أنه الدولة تفوت مدعي عرياض لتحفظ حقها في الحجز التحفظي، يعني هو مشكل قناعة مدعي عام التمييز أنه رياض سلامة متهم ولا لا؟ وإلا ليش سمحوا الدولة اللبنانية بوزارة العدل؟ قولي وزير المال قال ما خصني طلع من هذا. رح نحكي عن موقف وزير المال. وزير العدل كما مدعي عام التمييز كما هيئة القضايا بوزارة العدل أجمعوا على أنه لازم لبنان يكون جزء من الادعاء على رياض سلامة وآخرين لحفظ حق لبنان بالحجوزات التحفظية اللي هي بمئات الملايين. وقت اللي بيوصل لهذه القناعة يعني هو متهم. طيب كيف ممكن هلأ بيجي على قصر العدل وبيرجع على بيته؟ فيها سؤال. سؤال القضاء اللبناني. نعم. أيضا بحسب معلومات الجديد أنه دخل إلى مكتب المحامي العام التمييز القاضي عماد قبلان دون وكيله القانوني، يعني المحامي لن يحضر معه في هذه الجلسة. شو بتعتقد سيصدر بعد هذه الجلسة؟ شو حيصير؟ يعني هل فعلا سيتم حجز جوازات سفره؟ وماذا لو حصل هذا الأمر؟ يعني شو بيترتب عن هذا الموضوع لاحقا؟ هلا هني عم يقولوا نحن بدنا نسأله شو الموضوع الفرنسي، طبعا هني عارفينه، وبدهم يطلبوا من القضاء الفرنسي تزويدهم بالملف، ويقولوا للقضاء الأوروبي عموما ولا الانتربول نحن ما منسلم رياض سلامة، ولكن نحن سنحاكم رياض سلامة في لبنان. هذه تقريبا التوليفة. من هون بيجي قصة انه روح تعال ودفوع شكلية وتأجيل محاكمات وتأجيل جلسات، يعني بتاخد وقت. هلأ هو في هالشهرين اللي موجود فيهم على رأس الحاكمية قد يتمتع فيهم نسبيا بحصانة ما، ولكن هو الموضوع أكبر من هيك. هو الموضوع له علاقة بالسياسة وارتباطات رياض سلامة بالسياسيين عموما، وعدد منهم من النافذين خصوصا في الحكم حاليا سواء برئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس النواب
ثم آخرين في علاقة تاريخية بيناتهم. فهيدي ما تبقى من حماية سياسية سوف تلعب دورا فيما المقبل من الأيام ومصير رياض سلام. لذلك لم يحصل أي تدخل من الحكومة اللبنانية بموضوع إقالته أو دعوته إلى الاستقالة، لأنه قبل أيام عقد لقاء تشاوري في السراي الحكومي، ويعني لم ينتج عنه، قيل أنه صار في نبرة عالية خلال هذا الاجتماع وصار في مثل جدال حصل خلاله، ولكن يعني لم يصدر قرار موحد بشأن مصير حاكم مصرف لبنان في حاكمية المصرف. أول شيء الكلام على أنه ما فيهم يقيلوه والموضوع قانوني، وفي المادة 19 من قانون النقد والتسليف اللي بتحكي عن خطأ فادح في ممارسة المهام ما في عليها برهان. ما بعرف إذا بدنا برهان أكثر من ضياع 100 مليار دولار من الودايع، وإذا بدنا برهان أكثر من أنه الليرة فقدت 97%، فموضوع البرهان بيضحك. هيدي وحدة، أنه بدنا برهان لنقيله. اثنين، طيب خلينا نتذكر بال2005 في 4 ضباط مسكوا ونحطوا بالحبس وطلعوا براءة بعدين، بس اقتضت المصلحة السيادية الوطنية يوما لدى البعض باعتقال هؤلاء الضباط ووضعهم بالحبس تحت عنوان حدث كبير جلل اسمه اغتيال رفيق الحريري. فبالتالي طبعا كان في اتهامات سياسية، بس قصدي اقول لك بالمجرى القانون الحكومي السلطوي انذاك مسكوا الضباط حطوهم بالحبس، ما كان في مسوق قانوني، مش متهمين، بدليل طلعوا بعدين ما لهم علاقة بالموضوع. فإذا تحت عنوان سيادي وطني عام ممكن خرق القانون إلى حين، يعني كما كان اغتيال رفيق الحريري حدث جلل، كمان ضياع 100 مليار دولار من مدخرات اللبنانيين حدث لا يقل خطورة وأهمية، ولا الناس هيك ذباب يعني؟ لا، فيهن طبعا بالقانون، فيهن بكف اليد على الأقل. نعم. هو موظف فيها أولى، طع حبيبك انت مش عم قيلك، بس انا اقعد شوي على جنب لانه في مسلسل من الاتهامات وفي مسلسل من الاخطاء والخطايا. ما قدروا، ما بدهن، شو هالحكي هذا؟ يعني قصدي اقول في ما يشبه المسرحيه بالتعاطي بهذا الموضوع. سؤال مراسل قناه الجديد سالت وزير المال يوسف خليل، هل انت مع اقاله حاكم مصرف لبنان؟ اجاب انه هو ليس مع اقالته لانه بعد في شهرين. نعم. حضرتك علقت على هذا الموضوع بالأمس على تويتر وقلت أنه شو هي هالفترة الزمنية؟ شو الفترة يعني العظيمة يعني؟ على فكرة كانوا يجددوا له دائما تحت عنوان أنه الفترة والتداعيات والاستقرار الليرة، وشيك كانت يعني المبررات أنه هو الأقدر والأجدر وشيك دائما. وبيجي هلأ يوسف خليل وزير، أنا بسميه وزير الثنائي، بس مش وزير الثنائي الشيعي، وزير الثنائي بر رياض، يعني هو ثنائي عند رياض وبري عمليا، تقاطع بين اثنين، بيقول هالفترة. طيب افترضنا يا يوسف خليل من هون لآخر تموز ظلت هالفترة عصيبة، شو بتعمل؟ يعني بتطرح مجددا تجديد لرياض سلامة؟ هو هون السؤال الذي يطرح. إذا حضرتك عم تحكي عن موضوع أنه هذا الموضوع يعني سيدفع بالسياسيين لحماية حاكم مصرف لبنان، موضوع مذكرة التوقيف الدولية، وإذا ما لحق مذكرات أخرى من دول أوروبية أخرى فيها ادعاءات على رياض سلامة، هل ممكن يعني اليوم عم ينحكى كان بالفترة الأخيرة أنه لا لن يجدد لرياض سلامة عند نهاية ولايته، هو أصلا ما بده حدا يجدد له، بده يفل. اليوم ممكن ينطرح موضوع تجديد مجددا لحماية حاكم مصرف لبنان ولإعطائه هذه الحماية السياسية بمكان ما؟ لا لا، كأجت كلمة السر الأمريكية مبارح، روحوا عينوا حاكم، وفهمت على عدة أوجه. أنا هقول لك تقريبا أنه حتى لو حكومة تصريف أعمال، روحوا اعتمدوا قاعدة التعيين التي يجب أن تعتمد، وعينوا بديل عن حاكم مصرف لبنان. هذا ضوء أخضر أمريكي. وبالتالي طبعا عندما سئل الأمريكان عن القضاء قالوا أن الموضوع القضائي عند الأوروبيين، نحن ما عندنا موضوع قضائي، بس نحن كأمريكان معنيين بحاكمية مصرف لبنان وبالقطاع المالي اللبناني عم نعطي إشارة لحكومة لبنان أن تعين بديلا لرياض سلامة. أكثر من هيك أوضح في وضوح هذا كل الكلام، أنه الأمريكان حمينه وأنه بري ما في قرب عليه وفلان ما في قرب عليه لأنه الأمريكان حمينه، سقطت، تفضلوا عينوا واحد بديل. هذا في كلام الناطق باسم الخارجية الأمريكية يوم أمس، ولكن هل تستطيع اليوم الحكومة وحكومة تصريف الأعمال، لأنه الرئيس نجيب ميقاتي قال سابقا أنه لن يدخل بمشكل مع من يعني تحديدا المسيحيين في لبنان، اللي هن بيعتبروا أنه يحق لرئيس الجمهورية هو أن يسمي حاكم مصرف لبنان، لن يدخل بمشكل مع فئة من اللبنانيين لأجل تعيين حاكم في يعني
ولاية نعم. تصريف الأعمال. طيب والنائب الأول وينه؟ وفقا لقانون النقد والتسليف في النائب الأول اللي هو وسيم منصوري من الطائفة الشيعية يفترض أن يستلم وفقا للقانون. وما في قلنا بري أنه لا أنا ما في سمع. وقت اللي كنتوا عم تتزاحموا بتكون تعينوا هون وهون وهون كنتوا عارفين شو عم تعملوا. عند الاستحقاق المفصلي تقولي لا ما بدي الشيعي يستلم موقع مارونيه، شو هالتفنيصة هيدي؟ يكونوا منسجمين مع نفسهم، طالما هن بيعملوا محاصصة بالمواقع وبيستقتلوا عليها وبيستشرطوا عليها يعني لازم يتحملوا المسؤولية. هيك ظرف بيقتضي من وسيم منصوري انه يتسلم حاكمية مصرف لبنان مؤقتا الى حين تعيين حاكم جديد. هو لا يريد ان يستلم النائب الاول الشيعي منصب ماروني، او هو لا يريد ان يتحمل ان تتحمل الطائفة الشيعية وزر كل ما ارتكب في السنوات الماضية. لا خاصة الطائفة الشيعية ابدا برأ من كل هذا الشيء، هذا ما شاركت بالسلطة ولا كانت موجودة ولا كان في حماية لرياض سلامة. شو الحكي؟ كلام ما له معنى لا من زاوية انه لازم يكون الموارنة يتفقوا، هذا موضوع حكومي شو الخاص الموضوع وبعدين القانون يحكم بيقول انه اذا اقيل استقال كفت يده لسبب ما بيستلم الحاكم الاول. بيجي هلا بيقولوا لي لا ما بدنا نحن الشيعة نتحملها، شو تتحمل فيها؟ ما انت كنت نائب حاكم، يعني انت بالمجلس المركزي، يعني انت شاهد عيان على كل القرارات التي اتخذت في المجلس المركزي. تيجي هلا تقولي لا ما خصني هذا رياض، شو الحكي هذا؟ بتكمل مكان رياض حتى يتعين حاكم جديد. ماذا لو رفض؟ وحتى الحاكم النائب الحاكم الثاني ايضا لا يريد، اللي هو الدرزي. نعم. شو يعني؟ شو بصير؟ بصير هاللعبة السياسية التمثيلية المفضوحة الحالية انه ما فينا نعمل شيء وخلي الرياض لاخر ولايته، هذه المسرحية، وانه ما فينا نحاكمه هلا وعم نطلب ملفات ولعب على الوقت الى اخره. بس حاقول لك اكثر من هيك، بعتقد ان بلشوا يشتغلوا تحت الضغط الدولي. موضوع حاكمية مصرف لبنان اجت اشارة منه امبارح من الامريكان، وبلش تجي منه اشارات قضائية من فرنسا والمانيا وحتكر السبحة فيهم يهدوا، وإلا إذا عم بيضلوا يمارسوا هذه الألعاب حياخدونا من دولة فاشلة إلى دولة مارقة تحمي رياض سلامة وآخرين. هذه القضية مفترض بها أن تسرع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه إذا البعض يعتبر أنه من حق رئيس الجمهورية هو أن يسمي حاكم مصرف لبنان، يفترض أنه كل ما يحكى عن أنه قد نشهد جلسة لأنه اليوم كمان رئيس بري على أبواب المجلس ليست موصدة، ممكن تصير جلسة بحزيران أو قبل 15 حزيران لانتخاب رئيس. هذا الأمر، هذا الضغط الأمريكي والضغط الدولي ممكن يسرع برأيك بهذا الموضوع؟ إيه في أنا بالشأن الرئاسي. لا ما بدي أحكي بالشأن الرئاسي، ولكن موضوع حاكم مصرف لبنان برأيك ممكن أكيد يعني شوف اليوم أنت رئيس هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال بلبنان، شو اسمه رياض سلامة، رئيس هيئة، هو إلى جانب حاكمية مصرف وعنده عدة مناصب. نعم. ومنها رئيس هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، هو نفسه متهم بتبييض الأموال. إشكالية فريدة من نوعها بالعالم، لم يسبق أن حصلت، والعالم يترقب وينظر إلى هذا الموضوع بعين الحذر الشديد. وأنا حاولت كل يوم إضافي، اليوم صار حتى نعد بالأيام، كل يوم إضافي بهذا الوضع اللي هن مفتكرينه ستاتيك وعادي حيكون كلفة إضافية على لبنان، منها تصنيف لبنان بالقائمة الرمادية أي الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، لأنه لعدة أسباب منها أنه رئيس هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال هو نفسه متهم بتبييض الأموال. طيب ماذا يعني تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية؟ وهل هي المرة الأولى التي يصنف فيها لبنان على هذه اللائحة؟ سبق وكان مصنف بالتسعينات ثم رجع على اللائحة البيضاء. خلينا بس نوضح أنه اللائحة الرمادية فيها كثير دول. يعني تركيا كانت باللائحة الرمادية، المغرب، الإمارات، ولكن باللائحة الرمادية كمان في درجات، في لائحة رمادية بالرقابة المشددة وفي اللائحة الرمادية اللي معك وقت سنة حتى تعدل تشريعات وتقوم بعدد من الإجراءات حتى ترجع تصنف دولة متعاونة. لبنان على الأرجح سيصنف، طبعا في مساعي هلا لانه ما يتصنف بالرمادة، بس انه لنفترض مساعي من مين؟ هل صحيح انه هي مساعي وضغوطات من مصرف لبنان عدة جهات وتحديدا إدارة الامتثال بهيئة التحقيقات الخاصة؟ اول شيء بدنا نعرف انه مش مصرف لبنان وحده معني بهذا الموضوع. وزارة المال معنية بما هي معنية بالجباية ومكافحة التهرب الضريبي، بمعنى في تهرب ضريبي بيتبيض،
أمواله، في تجارة الكبتاجون التي يحكى عنها على مستوى العالم، في الحدود المفتوحة اللي مشرعة للعصابات والتهريب، في إجراءات الجمارك المشهور لدينا بأنه ثقب أسود يتهرب منه وإلى آخره. فبالتالي موضوع تبييض الأموال هو ما لا يتعلق فقط بحاكم مصرف لبنان، حتى الناس ما تظلموا بهذا الملف لحاله، إن جملة جهات معنية بتعمل عدد من الإجراءات، تشريعات ثم إجراءات ثم تشيك على هذه الإجراءات إذا كانت فعالة أو لا، وبيطلع بنتيجتها عند مجموعة العمل المالي إنه العلامة فوق الوسط أو تحت الوسط. وبالتالي إذا كان في شوية توصيات تنعطى للبنان، إذا كان في 9 معايير على 10 مثل ما عم نسمع كلها سيئة، فبالتالي بتصنف لبنان بالرمادي. وهلا اللي اضاف مشكله على هذا الموضوع هو الكاش ايكونومي، لانه نحن طلعنا من النظام المصرفي عمليا، نهار النظام المصرفي لا سيوله لا ملاءه، ومتروك هيك لمصيره من دون اعاده هيكله، ما بنعرف ليش متروك 3 سنين، حاله كمان فريده بالعالم انه 3 قطاع مصرفي بده اعاده هيكله من 3 سنين ومتروك. طلعت كثير تعاملات من القطاع المصرفي صارت بالكاش ايكونومي، يعني مرتع لتبييض الاموال، يعني ما مش معروف مصادر الاموال ومش معروف مآلاتها ومش معروف شو الصفقات اللي بتعملها. فهذا لحاله كفيل مثل ما قال البنك الدولي تقرير انه نص الاقتصاد اصبح كاش ايكونومي، وهون عندك ساحة كبيرة لتبييض الاموال. العالم عم يشوفها لانه ما بده، هي مثل حالة موبوءة، لانه اذا في اشتباهات بتبييض الاموال سيتسرب عبر النظام المالي والتحويلات الى الخارج، وثم من برا مش معروف لمين عم تتحول اموال الى الداخل. يعني تصنيف لبنان بالمنطقة الرمادية سيعقد عملية التحويل من والى لبنان، حتزيد الاستفسارات والتدقيق. هلا يعني مثلا على سبيل المثال اذا واحد بيحول 100 دولار لبرا بينسال عبر الـ OMT لمين بدك تحولها وشو سبب هذا التحويل، هذه تحقيقات ما كنا نسمعها قبل لما كان اي شخص بده يحول مبلغ مالي. اليوم رح تزيد حدة هذه الأسئلة والتفاصيل الإضافية أكيد بعملية التحويل. طيب عن التحويل إلى لبنان أسوأ بعد، شو بيصير؟ ممكن تتأخر التحويلات من الخارج يعني إلى لبنان؟ بدون يعرفوا هونيك، بدون يعرفوا المصدر، موظف، بزنسمان إلى آخره، هون بدون يعرفوا لمين واصل الأموال. طبعا هي حسب مبالغها، عادة يعني الصفقات التجارية اللي بتصير بين البنوك المحلية الاعتمادات على بنوك مراسلة يفترض أسهل، لأنه معروف التاجر وعنده تاريخ تراك ريكورد إلى آخره، هي حيتأثروا فيها الأفراد أكثر. وهون أنا برأيي في خطر، لأنه نحن الاقتصاد اللبناني اليوم أو شرائح واسعة من اللبنانيين عايشين على التحويلات الخارجية، فبالتالي إذا تلقت لطمة هذه التحويلات ستتأثر شرائح واسعة من اللبنانيين بهال، فمن برا لهون حتزيد الأسئلة، حيزيد التدقيق، وهذا سيعرقل سيؤخر عمليات تحويل. وفي حولك ممكن شركات تحويل او بنوك تقول لك بلا هالوجعة الراس، طالما هذا البلد هالقد موبوء انا ما بدي اعمل تحويل هالقد، يعني بتكلف القصه قرار. يعني ممكن فجاه نشوف انه لبنان خارج مسار تحويل الاموال وشركات تحويل الاموال، ممكن هذه الشركات تقفل. قبل ما نوصل للجواب، في اول شيء العم سام بعده تاخذه بنا رحمه، لانه بتعرف العم سام هو اللي بيسمح الامريكان اللي بيسمحوا انه يبقى هناك لبنان في هذا النظام المالي العالمي، واللي بيقولوا انه الامريكان محاصريننا. انا بدي اسالهم سؤالين، اليوم في قطاع مصرفي ومنهار بلبنان وفي قضايا بالمتهمات يعني، وفي كابتاجون وفي تبييض اموال صارت واضحه اللي حكيناها من شوي، بيجي وهذه معلومات، بيجي بنوك امريكيه مثل جي بي مورغان، مثل سيتي بانك، بنك اوف امريكا، بنك اوف نيويورك، بيشوفوا هالمعطيات هيدي وبيستنجوا انه هذا البلد صار مشكلة، بمعنى انه نحن اذا بدنا نضل نعمله مقاصة او نسمح بالتحويلات كبنوك مراسلة ممكن عمليات تنفذ وتعملنا وجع راس. بتعرفي في كم هائل من العمليات تنفذ وحدة وبتورط البنك. فبيجي البنك بقول لك انا شو بدي بالقصة، قديش بشكل لبنان من التعاملات الدولية؟ 0.00، الغي لي اياه. بيروح بيستشير الخزانة الامريكية، بقول له انا كجي بي مورغان بدي وقف التعامل مع لبنان. بتعرف شو بتقول له الخزانة الأمريكية؟ بتقول لا ما توقف. إذا بتقول له وقف بننهار كلنا على بعضنا كولابس. بقول لك في حصار، هذه معلومة. ما في حصار. ولكن يعني الكلام اللي بيقوله اللي هو محور المقاومة في مكان ما في لبنان يتحدثون عن حصار، عن عقوبات ربما، ما بعرف بعض. في حصار على حزب الله. أكيد.
في صراع بين في محاور وصراع وحزب الله مصنف عند الامريكان وهلا ايه في حصار امريكي على حزب الله واخرين قد بيفترض هو متعاونين مع حزب الله. هذه حقيقه حصار على حزب الله ومن يراه هو ولكن متعاون ليس على الاقتصاد اللبناني. تقصد يعني لولا يعني اليوم الامريكي ينقذ لبنان من الانهيار؟ سطر واحد من الخزائن الامريكيه منفصل عن العالم سطر واحد وعنده المبررات. انتبه مش عم يتعدوا علينا، عنده المبررات انه قطاعنا المصرفي منهار، عندنا قضايا تبييض اموال، عند في تجاره كبتاجون، في الى اخره تهرب ضريبي، في فساد، في كل المكونات اللي بدهم يعتمدوا عليها لعزلنا عن النظام المالي العالمي موجوده، ومع ذلك مش لم يتم عزلنا بعد. هلا طبعا في جواب، جزء من الجواب انه ما بدهم يعزلونا لانه حتصير بؤره هائله غير قابله للضبط. نعم. حتصير خارج الرادار، فبفضلوا انها تضل تحت الرادار. طيب تحدثت عن انه ليس فقط حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان من يتحملان مسؤوليه وضع أكيد. لبنان على اللائحه الرماديه، وتحدثت عن جهات اخرى تتحمل هذه المسؤوليه، منا مجلس النواب بموضوع التشريعات، منا الجمارك ووزاره المال. طيب اليوم تتحدث عن تشريعات يجب ان يقوم بها المجلس النيابي لتساعد بجعل لبنان دوله متعاونه. نعم. طيب ما هي هذه التشريعات؟ مثل شو؟ تشريعاتنا مقبولة نسبيا لأنه نحن طورنا تشريعاتنا على مدى 10 سنين الماضية، ولكن بالمستجدات طلب منا بعد تعديل السرية المصرفية وفقا للإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم. عدلوا مرة ثم مرة مرتين وبقي ناقص بالنسبة للصندوق، رغما عن أنه إبراهيم كنعان بيعتقد أنه عطول بيصرح أنه لا نحن استجبنا، لا نحن ما استجبنا، وبعده صندوق النقد بيقول يجب إزالة ما تبقى من عقبات في قانون السرية المصرفية. هذا تشريع بيعطيهم إشارة للفاتف وحتى للآخرين من الجهات الرقابية الدولية، شمعنا ما بدهم يعدلوا السرية المصرفية؟ في question mark، في أقبة مخفية. شمعنا راح القانون على البرلمان مرة ثم مرة وقال له الصندوق شو لازم يعملوا وما عملوا، تطرح عليه استفهام كبيرة انه عم بيخبوا شيء. شو عم بيخبوا؟ اللي هي مثل ما صرنا كتير عم نحكي، بدهم يهربوا من المحاسبة والمساءلة، وبدهم حساباتهم المصرفية اللي موجودة ما حدا يقرب عليها لانه فيها كوارث. طيب هذه يعني قدي المدة الزمنية اللي يفترض بلبنان ان يتعاون فيها ليصبح دولة متعاونة؟ نعم. ويقر هذه التشريعات؟ يعني إذا أساساً مع صندوق النقد لم يقر التشريعات كما يجب. نعم. والإصلاحات كما يجب، هل سيعمد إلى إقرار هذه التشريعات اللي تمنع من الذهاب نحو اللائحة السوداء؟ نحن طبعاً مش بحالة تشريعية، ما هي هون الفكرة. أنه نحن يعني مقفل البرلمان بانتظار أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية، لا يوجد تشريعات حالياً ونحن في فترة فراغ. ايه بيعطوه حسب الحالة، بدنا ننتظر اول شيء التقرير حسب الحالة، تحت الرقابة المشددة او مش تحت الرقابة المشددة. في الشيء في الجمارك طبعا اللي هي يفترض انه ما بدها تشريعات، ضبط الجمارك ومنع التهريب، وفي مكافحة التهرب الضريبة، وفي شيء صعب اللي له علاقة بالحدود والكبتاجون ومش عارف شو، ويرجح كمان في شيء اصعب قد يصدر عن الفاتف، يقال انه في شابتر خاص بالقرض الحسن. يعني تاريخيا هن ما بيتعاطوا بهذا الموضوع، بيعتبروها مش مؤسسه ماليه، ولكن على ما يبدو من جديد انكبوا على درس حاله القرض الحسن، ليست من ضمن بسياق التصنيف بذاته ولكن كشابتر منفصل سنوي متعلق، يعني انه عم يطرحوا اسئله حول هذا المؤسسه الماليه التي صعدت بقوه في الوقت الذي انهار فيه القطاع المصرفي، وكيف عم تفتح فروع والاخره. من جانب الميكرو كريديت، من جانب القروض المتناهيه الصغار، ما هذه حالات موجوده بالعالم، بماليزيا، بايران، بباكستان، في كثير دول فيها مؤسسات مش مصرفيه تعنى بتقديم القروض المتناهيه. والقرض الحسن ليس المؤسسه الوحيده بلبنان، هناك مؤسسات اخرى صغيره تعطي قروض. ولكن ما يعني القرض الحسن هو قبول الايداعات. هون صرنا عم نحكي عن نظام ائتماني كامل، ايداع ثم اقراض. هيدا نظام غير موجود بمؤسسات اخرى تعطي المؤسسات قرد. الاخرى معروف الدوناتور، معروف اللي عم المانح. نعم. بيقول انا بحط مليون دولار للميكرو كريدي، انا فلان الفلاني. نعم. او انا المؤسسه كذا. مصادر الاموال بالنسبه للجهات الغربيه فيما خص القرض الحسن ترتبط فورا بحزب الله، وحزب الله لديها مصنف، يعني ما في دوناتور، ما في مانح بالنسبة لهم مستقل
بالنسبة لهم الأموال مرتبطة بشكل ما بحزب الله، وحزب الله مع الدول الغربية عموما والولايات المتحدة خصوصا على قوائم اللي هم ماذا يطلبون؟ يطلبون فقط استفسارات عن هذه المؤسسة ولا يطلبون إجراءات تتخذها السلطات اللبنانية بحق هذه إجراءات. المؤسسة؟ لذا وقت اللي بنقول أنه رياض سلامة مش معني بكل شيء، مثلا هذا الترخيص القرض الحسن مش من عند رياض سلامة، من وين؟ من وزارة الداخلية. ترخيص من الثمانينات، فبالتالي تسأل هذه الجهة أنت عم بتراقب، أعطيتي ترخيص، شو الترخيص؟ عم بتراقبي شو عم بتراقبي؟ وكمان حتى مصرف لبنان ما في يقول أنا ما خصني، طالما هناك في نظام ائتمان اون باراليل موازي للنظام أنت لازم تكون معني فيه ولازم تسعى إلى رقابته وضمه إلى القطاع بحيث يكون شفاف من حيث الإيداع وكما من حيث الإقراض. طيب بمكان ما يعني اليوم ماذا سيطلب من الحكومة اللبنانية أو من السلطات اللبنانية تجاه القرض الحسن؟ لأنه هذا الموضوع قد يعمل إشكالية بالبلد، ولأنه في فئة كبيرة من اللبنانيين لجأت إلى القرض الحسن في مكان ما عندما فقدت ثقتها بالمصارف التجارية اللبنانية العادية، فقررت إما وضع الذهب في هذه المؤسسة اللي هي تابعة مباشرة إلى حزب الله، أو حتى بموضوع الائتمان بعد فتح هذه الخاصية مؤخرة. الطلب الطبيعي أنه خليها تترخص كمؤسسة مصرفية وتصير خاضعة على قانون النقد والتسليف ولا لجنة الرقابة على المصارف والجهات الرقابية المختلفة، بحيث تكون مصادر أموالها واضحة واستخدامات القروض كمان أوضح، وفي نظام يحمي المودع، لأنه أنت عم تعطي قروض من مودعين. كيف كيف تحمي المودعين؟ بيحميون قانون، بمعنى إذا بددت القروض المودع اللي عم يقوله حطت فلوس بالقرض الحسن كيف يستردها؟ ما هالعالم حطت مصرياتها بالبنوك ما جت تسترد مصرياتها. انا عم بحكي بالمبدا العام. ما فيش قارن. لا بس انه يعني حييجوا هلا يردوا يقولوا انه اذا هون القانون كان حامل مصارف اللبناني لم يستطع ان يحصل على امواله. انا حقول لمودع بالقرض الحسن حط، هو تبرع بيقول انا معي 500,000 دولار بدي احطهم بالقرض الحسن، ويا مؤسسه قرضيهم للناس، مش هيك؟ بس هو بده ال 500,000. فرضنا هودي الناس افلست. هو كيف بيسترد امواله؟ افترضنا ان السيستم افلس، ما هو حصل خرق على القرض الحسن، تتذكر الامريكان خرقوا السيستم وفضحوا اسماء فصار في عقوبات الى اخره، يعني هذا نظام مهدد. طيب كيف انا كمودع مستقل خلينا نقول بدي عندي عمل حسن عمل خير وحطيت انه حتى تساعدوا الناس، كيف بحفظ اموالي؟ قصدي اقول انه لا، هي حلقه متصله بين الايداع والاقراض بحيث تكون مراقبه وفقا للقوانين حفظا للحقوق. هل سيقبل القرض الحسن بهذه الإجراءات؟ أو من يقف وراء القرض الحسن؟ حزب الله؟ بدنا نسأله. ما بعرف. الجواب المتوقع؟ لا، إنه إذا ما عندهم شيء، إذا ما ليس لهذه المؤسسة ما تخشاه وما تخفيه، تقدم على يعني مش هني بيقولوا إنه هذا كله مال نظيف وهذا إقراض حسن اجتماعي خير. طيب إذا كل هالمعادلة شكلها حلو، طيب قدموا على ترخيص. طيب بعد قد ايه لبنان يصبح دولة متعاونة إذا نفذ هذه الإجراءات المطلوبة منه؟ حسب مثل ما قلنا تحت الرقابة المشددة أو لا، من 6 شهور لسنة. من 6 شهور إلى، ولكن سنة. أنا بقول لك من هلا لن يلتزم بأي بند من هلا، لأنه مع صندوق النقد وما التزم ولا يتم الإطلاق. أصلا إعادة هيكلة البنوك قلنا 3 سنين من جرة وبعدنا مش عارفين شو كيف حتصير. قصدي أقول لك نحن الوقت بلبنان عنا أصبح يعني عايشين بكوكب تاني، بطل الوقت له أهمية. مثل ما قلنا من شوي كل يوم إضافة بموضوع رياض سلامة هو مكلف للاقتصاد ومصرف لبنان والبنوك. نعم. هذا لا يعني أنه هو قد لا يكون بريئا، أقول أنا يتنحى. هتكون أمور واضحة، لأنه في ناس بيقول لك ما قاعدين حملة شو يتنحى ويروح يواجه القضاء وفليكن بريئا. أنا مين ضد هالموضوع هذا؟ يعني مين بيقول لك لا هو موضوع قضائي؟ نعم. أنا شو بعرفني فيه؟ أنا بعرف بالتداعيات والنتائج، أنا بعرف أنه النظام المصرفي النهار تحت سلطة سلامة، أنا بعرف أنه الليرة انهارت تحت سلطة سلامة وآخرين طبعا، بس هو رأس هل النظام. هل تعتبر أنه اليوم رياض سلامة كبش محرقة بأنه تتم محاكمته وحيدا بعد هذه الأزمة؟ إذا تمت محاكمة رياض سلامة وحيدا إيه نعم حيكون كبش محرقة، ولكن الكرة بملعبه، هو لازم ما يكون وحيدا. بتقولي لي شو عنده عند السعر السياسي؟ بنحكي في عنده كتير طبعا، وهذا ما يدفع بالسياسيين لحمايته سياسيا. يعني هو شوف هذا النظام المصرفي 30 سنة اللي هو تبين انه مرتع على عمليات يعني هائلة، سميت اسماء حلوة، هندسات مش عارف شو، بس هي عمليا فظيعة. لان كيف عرفنا فظيعة؟ لانه نتيجتها تبديد اموال الناس. طيب راحت الفلوس من هون، في
في حدا استفاد منها مطرح تاني ولا تبخرت؟ ما في شيء اسمه تبخرت لما. طبعا في شيء انه انصرفت بسياسات خاطئة وهناك من أثرى منها. صحيح. بسموها أسماء حلوة، هندسات مش عارف شو، دعم 7.5 مليار دولار دعم، ونحن بنعرف انه ما راح للناس، راح لسبعة من شركات بتعرفهم وزارة الاقتصاد، عم بحكي الجزء الأكبر منهم، وبتعرفهم سبق أن كشف زميل رياض قبيسي بيسقط حكم الفاسد واحدة من هذه الشركات بالضبط يعني. وقعدوا ضبضوا الملف. فإذا أعطونا أسماء حلوة، دعم وهندسات ودعم الليرة ومش عارف شو، والاستقرار النقدي ودعم القطاعات ودعم الإسكان ودعم التكنولوجيا، مش هيك كانت العناوين؟ نعم. تخللها موبقات وتظبيطات ومحاسيب وتوزيع زبائني هائل. رياض سلامة يعلم عنه الشيء الكثير. طبعا مش رياض سلامة يعلم فقط العيب السياسيين أو فساد السياسيين، البنكرجية بيعرفوا أكثر منه، لأنه حسابات الفاسد وين بتكون؟ بتكون بالبنك، والبنك هو له صاحب. قصدي البنكرجية يعلمون بمقدار رياض سلامة إن لم يكن أكثر عن فساد السياسيين، وبالتالي محاكمة رياض لحاله لا تكفي. إذا بدنا نوصل لكل شبكة الفساد يجب أيضا سؤال البنكرجية. ولكن تعودنا في لبنان أنه دائما هناك شخص واحد يتحمل مسؤولية رح تطلع برأسه، تتوقع أنه لن يخطي أي خطوة جريئة رياض سلامة ليفصح عن من يتحمل مسؤولية هذا الانهيار، أنه ليس هو فقط من يتحمل المسؤولية، هناك إكس وإجراك وزد هن اللي قاموا وساهموا بهذا الانهيار، هن اللي حولوا مصرياتهم، هن اللي كذا هن اللي كذا، وهن في بعض منهم من السياسيين ليس فقط أصحاب المصارف يعني. سياسيين أول شيء، أكثر من نص المصارف مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لسياسيين. نعم. أو في سياسيين عندهم سطوة على بنوك معينة معروفة. نعم. صحيح. مش سر. ثم في قروض فاسدة قد ما بدك قد ما بدك، وفي ودائع فاسدة قد ما بدك، ثم في الهندسات المالية التي استفاد منها من استفاد والتي كانت على حساب المودعين، ثم إلى آخره. يسألوا عن هون ولا لا يسألوا ولا كلها كانت مقاونة؟ هون الملامة على رياض سلامة، هو بيقول أنه كلها مقاونة وأنه كلها سليمة وأنه هو بريء. بادعاء براءته وبادعاء انه كل اللي قام فيه سليم، هو يبرئ السياسيين من حيث يدري او لا يدري، بس ما في بعدين يقول لي ليش عم يحكموني حكموا سياسيين، ما انت عم تعطيهم حجه التبرئه. هؤلاء اللي عملته انا كان قانوني 100% بالسياسات المصرفيه والنقديه، عم بتدافع لليوم انك لم تقم باي خطيئه مصرفيه او نقديه وانك لم تتربح من فوري وغير فوري، يعني براء ناصع ابيض. تمام، ما انت بهالكلام عم بتقول انه النظام كله نظيف وبالتالي السياسيين مش فاسدين، عم تحمل وحدك مسؤوليه. ترجع بتقول لي انا ما بدي اتحمل وحده، في تناقض. كان افضل يروح على القضاء الاوروبي، اامن له جسديا على الاقل وامن له من حيث العداله، وهونيك يدلو بدلو، وساعتها هونيك تفك عقدي من لسانه، وقد يسمع الشعب اللبناني شيء مفرح يسقط هذه المنظومه عم بكرت بها. معقول يعملها؟ يا ريت يعملها، شجعناه. تأخر الوقت ليقوم بذلك أو لا؟ بعد في معه فرصة ليقوم بها. ما بعرف إذا بيخلوه يطلع. يعني اليوم إذا سحبوا جوازات سفره وشددوا الرقابة عليه وكذا، نستنتج نحن أنه بدهم يخلوه هون. أصلا قالوا هن امبارح نحن ما بنسلمه. هي أصلا مش من مصلحة السياسيين أن يتم تسليمه للخارج. لأنه كيف بيضبطوا التحقيق؟ كيف بيضبطوا التحقيقات ثم المحاكمات ببرا؟ كيف بيعرفوا عنها؟ ما بيقدروا يعرفوا هذا الشيء، وهذا السبب يعني جزء من الأسباب. نعم. طيب، بموضوع اللائحة الرمادية، إذا لم ينفذ لبنان ما هو مطلوب منه ليصبح دولة متعاونة، سيتجه من اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء؟ إذا ساءت الأوضاع ولم يعني، لأنه هي شكلها عم بتسوء. نعم. ليش؟ لأنه في جملة بنرجع على صندوق النقد، مهما طال السفر حنرجع لنفس المطرح. نعم. في جملة إجراءات أو شروط لازم تتطبق، منها الإصلاحي منها النقد المصرفي إلى آخره، اللي حتى يخلينا نطلع من هالنفق ونعمل شيء بسموه أسينيسمون، تنقية. نعم. تنقية للمالية العامة، تنقية القطاع المصرفي إلى آخره. هذه الشروط تمانع الطبقة السياسية في الالتزام بها وتطبيقها. نقديا ما بدهم يوحدوا أسعار الصرف، لأنه تعدد أسعار الصرف هي أداة من أدوات التوزيع كما من أدوات إطفاء الخسائر على حساب المودعين. تخيل يعني تعدد أسعار الصرف وصيرفة تستخدم ضد المودعين
وتستخدم أداة توزيع لمخزيين. تخيل ان احنا بعدنا بنفس الخطايا مهما دافعوا عنها، هي بالاخر هيك، لانه بشكل او باخر عم تستنزف جزء من الاحتياطي اللي هو ما تبقى للمودعين. اثنين، عم تعطي مئات الملايين لتجار. ليش بدي اعطيه انا التاجر دولار مدعوم؟ يروح يجيب دولار من السوق. ما حدا يقول لي مش ما فيها أداة توزيع، فيها أداة توزيع زبائن كمان. عم تعطي دولار مدعوم لجهات وناس وما فيها شفافية، ما بنعرف مين اشترى ومين باع، مين استفاد، هل اللي جاب دولار مدعوم كتاجر باع بالسوق بدولار مدعوم ولا بدولار السوق، كله هذا أوباك، صندوق أسود. صح. فإذا هذا تعدد أسعار الصرف جزء من أنه بعد في شيء مش مزبوط بالسيستم صايرة، فمثل ما قلنا. طيب، تأخير هيكلة القطاع المصرفي بانتظار ما بعرف شو. طيب هذا شو تفسيره؟ طيب في تعميم 165 طلعوا حديثا انه اللي معه كاش يفوتوا على السيستم. طيب هذه فيها كويستشن مارك، لانه في بنوك، انا بعرف بنوك رافضة او خايفة تتعاطى مع 165 لانه ما عندها قدرة ان تعرف بالضبط وتحديدا ما مصيرها، يعني كيف جاي هذه الاموال حتى تفوت على السيستم وتاخذ مقابلها شيكات او تستخدم بطاقات الى اخره. في بنوك قبلانه لانه بدها تشتغل كيف ما كان، وفي بنوك خايفه. طيب هذا كمان كويستشن مارك عند الجهات الرقابيه الدوليه. قصدي اقول لك في مسلسل جايينا بال165 باعاده هيكله البنوك بصايره، فبتعدد الى اخره يسبق انه نوصل على يعطينا مؤشر انه نحن مش رايحين على اصلاحات، نحن رايحين على مزيد من التشوهات. هذا بيعني انه يرجع يحطونا باللائحه البيضاء ولا بالسوداء؟ بالسوداء مؤكدا. ولكن شو بيعني انه اذا بالرماديه؟ هذا ما يترتب على لبنان بموضوع التحويلات وغيره وعدم تدفق رؤوس، صعوبه تدفق رؤوس الاموال الى لبنان. ماذا لو اصبحنا في اللائحه السوداء؟ شو بصير؟ ايران، كوبا، نصبح نموذج اخر عن هذه الدول. كوريا، هذا ابو الصواريخ شو اسمه، كوريا الشماليه، ميانمار، دولة مارقة يعني بالتصنيف الدولي، مش عم بحكي رأيي أنا، دولة بالتصنيف الدولي دولة مارقة يجب محاصرتها يعني وقطعها عن النظام المالي العالمي. ماذا لو نجح مصرف لبنان بتدخله أمام بعض الدول يلي رح تعقد اجتماع لا يطلع يعني القرار النهائي بهذا الشأن، إذا لبنان سيتم وضعه لائحة رمادية أو شو التصنيف بالضبط رح يكون، شو بيصير؟ ممكن بعض الدول ترعى او تراعي وضع لبنان؟ التصريحات الجهات المعنيه الدول بتسريبات الى رويترز امبارح لا تنبئ الا بانه رايحين على القائمه الرماديه، لانه استطلعوا اراء اشخاص مطلعين. بيحصل معجزه من هون ليومين ما بعرف، قد يحصل شيء انه بالتخفيف، بمعنى بدل ما نكون رماديه تحت الرقابه المشدده يعني ممكن يكون شوي الاجراء يعني. حسب شو الحجج اللي عم بتقدمها السلطات اللبنانيه لمجموعه العمل المالي الدولي؟ نعم، اليوم بصحيفه نداء الوطن كتب بالمانشيت، بختام المانشيت، انه من علامات الانهيار الاضافي للاقتصاد اللبناني ما قررته اللجان النيابيه المشتركه يوم امس لجهه تعديل او الغاء احكام مواد بقانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، لجهه السماح لمصرف لبنان بطباعة فئات جديدة من الأوراق النقدية. يعني هذا يعني أنه نحن ممكن نشوف بعد أيام، بعد أسابيع، بعد يعني أشهر 500 ألف ومليون ليرة ومليونين ليرة أوراق جديدة نقدية. نعم، وما خطورة هذا الأمر؟ معلوماتي أنه لازم تنعمل، أنه أكبر ورقة عندنا اليوم هي تقريبا دولار 100 ألف، هي بتساوي دولار. نعم. فوضع شاذ لانه الناس عم تحمل كميات، يعني خصوصا الناس صارت مدولره بشكل او باخر، حامله بجيبتها 10 دولار 20 دولار، اذا ملاحظه من شهرين ثلاثه ما كان هذا الامر. صحيح. صار في الناس حتى عندها افراط الدولار، فبالتالي خفت انها تحمل مبالغ لبنانيه. ولكن الجبايه اللي عليها بالجمارك بالضرائب هودي التجار مطلوب منهم بالليره. فبالتالي عم يجوا بهالشنط حتى يدفعوا، تخيلي رسم جمركي ولا تي في اي ولا فارس شو. فبالتالي تخفيفا لازم تطلع هاي الاوراق، قد لا تكون 500 الف بس، ممكن 250 الف ثم 500 الف بالتدريج. لا، هذا عنده خطر، هو ضروري من حيث لوجستيا ولكن عنده خطر. مجرد ما تحطي بالتداول ورقه مليون، بف، حس التضخم ثوره مجربة بالعالم. يعني انك تحطي ورقة
في 15% أوتوماتيكيا حتتآكل لمجرد أنك حطيتها بالتداول وفقا للتجارب العالمية. فهذه بدأت توقع الناس أنه إذا صار في أوراق نقدية كبيرة قد يحصل تضخم إضافي. أو طب اليوم الناس عم تسأل أنه رغم كل الانهيار الاقتصادي المستمر، يعني ما وقف الانهيار من شهرين لليوم، ولكن هناك أمر لافت، سعر الصرف اللي كان عند كل حادثة أمنية، عند كل حادثة سياسية، عند كل موقف يخرج من سياسة يا بيطلع يا بينزل، اليوم شبه مستقر على 94,000 ليرة. ما سبب هذا الاستقرار؟ هل هو استقرار سياسي أو هو استقرار اقتصادي؟ يعني هيدا هي فعلا قيمة عملتنا اليوم أمام الدولار. هيدي مش قيمة عملتنا. في رياض سلامي أخذ ضوء أخضر، هو قال عنه حكي عنه ضوء أخضر من الحكومة بالتوافق مع وزارة المال وبرعاية رئاسة الحكومة، عطوا آلية ما للعمل بحيث أنه يتدخل بسوق القطع ويحافظ على استقرار الليرة عند هذا المستوى. كان 100,000 صار 94,000. هذا له نتيجتين سيئتين، مؤجلتين السداد. أول شيء عم يخسر، يعني عم يشتري هو ب 96 97 او 94 وعم بيبيع ب 86، ففيها 10% خساره. مش انه والله ما لها كلفه، لها كلفه بس مأجل تدفع. هو عم يشتري بسعر عالي وعم يحط بسعر اوطى، فيها ال 10% بسجلهم خسائر عنده. فاذا عم تتراكم الخسائر عند بميزانيه مصرف لبنان، واحد. اثنين، عندما لا يستطيع انه يجمع دولارات من السوق السوداء كفايه يلجا الى استخدام دولارات من الاحتياطي. فكمان الاحتياطي ناقص من اول السنه 700 من 100 مليون دولار. جزء من هيدي النقص رايح على سوق القطع، يعني دفاعا عن سعر صرف الليره. فاذا في خساره من مطرحين، الى كلفه. هاي الناس مبسوطه وانه هو عامل انجاز، ماشي مرسي، بس الى كلفه. مثل ما كانت الممارسات من عقدين من الزمان كانت تنحط بمصرف لبنان ببند اسمه بند موجودات أخرى خسائر، وفجأة اكتشفنا بعد 19 أن هذه الخسائر هائلة. طيب. بالتالي أنه الاستقرار له ثمن. هلأ هو عم يستخدمها، طبعا طلبوا منه سياسيين حتى يمرقوا هالمرحلة، وهو آخر رايح بآخر تموز بس يروح. شو فهي حتكون يعني ممكن تستمر هاي الحالة ولا لا؟ رح تكون القنبلة الموقوتة اللي ممكن تنفجر بالوضع الاقتصادي وبالمجتمع اللبناني ككل، ونشوف سعر الصرف مرتفع بشكل، يعني يرتفع بطريقة جنونية بشكل هائل. حسب الحاكم الجديد، إذا لدينا حاكم جديد تسوي يشكل استمرارية لرياض سلامة ممكن يرجعوا يشتروا معه وقت. وإذا تسنى لنا حاكما يفتح الدفاتر ويعتمد الحوكمة السليمة والإجراءات النقدية الحصيفة حيرتفع السعر ثم يستقر عند قيمة عادلة. هتكون واضحة. إذا جاب واحد مثل بيعمل نفس السياسات حيشتروا وقت، ولكن مثل ما قلنا بخسارة. جزء من الاحتياطي عم يعني، والفرق العشرة بالمية بتسجل خسائر. في يشتري وقت، ممكن يشتري بعد سنة سنتين، لأنه في 9 مليار موجودين منهم بسيطين. يعني الناس بتعتقد أنه بكرة حتصير كارثة، لا مش حتصير بكرة كارثة. يعني بستاتيكو اللي نحن فيه ممكن نشتري بعد سنة سنتين، طالما في 9 مليار وطالما في هيدي الهندسات والتركات المحاسن المحاسبية التي تسمح بتسجيل خسائر في ميزانية مصرف لبنان على أمل أنه يدفعها أو يطبعها بالليرة يوما. ما هي هيك بتصير، أنه أنا بسجل خسائر آخر همي، أنا شو كلفة الطباعة اللي بتطبعهم إياهم بعطيهم إياهم، ولو أنه هي مش بهذه البساطة، انه اي طباعة. طيب. فالحاكم الجديد هل هو استمرار؟ يعني حيتفاهموا معه السياسيين نكفوا بنفس اللعبة؟ ما حيصير شيء، ما حيكفي بنفس اللعبة. ويعني ومع هذه المنظومة السياسية لا يتوقع احد ان يأتي حاكم يعاقب السياسيين او اذا ما كان على ذوقهم. يعني وبعدين هي مش قنبلة ذرية اللي عم يعملوا، هي سهلة على فكرة. في حدا بيقول لك مثل ما قال يوسف خليل نحن بحاجة اليه في هذه الفترة. حبيبي اللي عم يعملهم مبسطين، لهم كلفة ونحن بنعرف كلفتهم، وهو عم يشتغل بضوء اخضر سياسي، قالكم انا حاخسر من الاحتياطي وحسجل خسائر بالميزانيه، وانتم قلتوا له جو اهيد. اي واحد تاني بتعطوه الضوء الاخضر ممكن يعمل نفس الشيء. فبالتالي سواء طلع رياض اليوم او بكره او اخر تموز، اذا بدهم يعتمدوا نفس الاليات سهله. اذا بدهم حاكم جديد يفتح الدفاتر ويعتمد سياسه نقديه حصيفه ويسعى الى توحيد اسعار الصرف الى اخره، ممكن يكون في تقلبات حاده باسعار الصرف الى ان نصل مثل الجراحه. جراحة
ثم انتعاش أو ثم استقرار ثم انتعاش. ماذا لو قررت بعض الدول العربية بعد القمة العربية أنه تمد إيد العون للبنان وتساعده، علما أنه كل مساعدة للبنان ربطتها القمة العربية بموضوع الإصلاحات، هذه الإصلاحات اللي صارنا 3 سنين تقريبا ناطرين تتنفذ ولم ينفذ منها شيء. ولكن ماذا لو حاولت بعض الدول بوضع، ما بعرف إذا بعد عندهم ثقة يحطوا ودائع بالمصارف اللبنانية، ولكن ربما جزء من الشعب اللبناني يأمل أن يحصل هذا الأمر، هل متوقع أن يحصل وماذا لو حصل؟ لن يحصل. من الآخر ما حيحط دولار بالبنوك، مفلسة، ما حيحط دولار بالبنك المركزي، عم يخسر من دولارات المودعين. ممكن يجوا يقتنصوا شوية فرص استثمارية لأنه أسعار الأصول في لبنان تدنت إلى مستويات بعضها أصبح مغري، وفي قال اليوم انه العقار صار بالبطن تقريبا، يعني ما عادش ينزل اكثر من هيك. ايه ممكن تشوفي عرب او غير عرب او مغتربين يجوا يقتنصوا بعض الفرص او اللقطات بهالبلد المنهار. ايه صار في لقطات يعني برادري وسوق بازار، بس اكثر من هيك غير ممكن. حطي يعني حالك محلهم، بتحطي دولار بالبنك؟ لا اكيد لا، بس انه البعض يعني لا ما فيش، ما هو شوفي معول على هذا الامر. شوفي بالجيوبوليتيك انا صرت عم كررها بس هي افترض ان الناس تفهمها، يعني طلعت شو الفكره. بالجيوبوليتيك مصر اهم من لبنان 100 مره، صح؟ الاهميه الاستراتيجيه. شو عم يقولوا للخليجيين لمصر؟ روحي خصصي، روحي بيعي، روحي عملي إصلاح، نحن ما عاد نعطيك فلوس مجانا بالمباشر عم يقولوا. هاي مصر هيك، فماذا عن لبنان اللي بس السياسيين بيبيعونا تسوية ومش عارف رئاسية وحتجي الأموال، مثل ما قالونا بالزمان زراعة الحشيش حتنقذ البلد، الغاز حينقذ البلد. انتخاب رئيس للجمهورية بهذه الفترة الزمنية التي يمكن أن تسبق انتهاء ولاية حاكم مصر في لبنان، من شأنه أن يريح سعر الصرف قليلا ولا لا؟ خلص سعر الصرف مرتاح بخسارة شوي من الاحتياطي وتسجيل خسائر بالميزانية، لا أكثر ولا لا أكثر ولا أقل. سعر الصرف يربح في موازاة إجراء الإصلاحات، يستقر بيتقلب ثم يستقر في موازاة تطبيق إصلاحات جادة ببرنامج زمني قصير 3 إلى 6 شهور، منوصل وراها بموازاة الإصلاحات إلى استقرار نسبي بسعر الصرف يحافظ على حاله من دون خسائر. ساعتها صندوق النقد بيعطيك شوية دولارات لتحافظي على ميزان المدفوعات، وبالتالي من هون ورايح بصور السعر يفترض مرن، بينزل شوي بيطلع شوي، بس نحن عارفين أنه برنج معين. غير هيك هو السعر الاصطناعي اللي نحن عايشين فيه. طيب بدي انتقل لآخر موضوع قبل ما أختم هذه الحلقة، موضوع رواتب، زيادة رواتب القطاع الخاص. يبدو أنه هذه الزيادات خلقت مشكلة وطلبت يعني طلب عدد من الموظفين، وصار في لجنة طلبوا منا أنه يعيدوا النظر بآلية توزيع هذه الزيادات، ولكن يبدو أنه هذه اللجنة لم تسمع لمطالب خليني تحديدا سميها، وأيضا اليوم كاتبين عن الموضوع لرابطة موظفي الإدارة العامة، كاتبين عن الموضوع بنداء الوطن. بمعقولة نشهد بعد تعديل على الزيادات اللي انزادت للقطاع العام؟ هل هذه الزيادات أساسا يعني هي إذا بدنا نجي نحسبها على قيمة الدولار هي لا تعتبر شيء، بس أنه عم تعمل تفاوت بين الموظفين بالقطاع؟ شو مصير هذه الزيادات؟ ومعقولة نشوف زيادات أخرى؟ يبدو الحكومة عم تقول ما في تعديل للي أقر، اللي هني أربع رواتب واللي حتتراوح فيهم الرواتب بين 8 ملايين و 50 مليون. وفي رابطة الموظفين عم بتقول أنه إجت هيدي التعديلات في مصلحة الرواتب الكبيرة، لأنه عملت إفيه مضاعف فوصلت لل 50 مليون، عند الصغار ما عملت إفيه مضاعف أو أثر مضاعف وصلت ل 8 مليون أو الآخر. ففي بنظرة من رابطة موظفي الإدارة، نظرة عدالة، أنه رفضوها لأنه الرواتب الصغيرة بقيت على 8-10 مليون. 8-10 مليون يعني عم نحكي عن 100 دولار، صح؟ بالوقت اللي 50 مليون صرنا عم نحكي عن 500 دولار، فبالتالي بالنسبة لهم هذا غير عادي. طلبوا إعادة التفاوض ولكن الحكومة رفضت هذا الشيء، وقالت لهم قد نكون يعني معنيين أكثر بالتفاوض ببدلات النقل، بدل النقل يعني انه ممكن يزيد، لانه مطلوب حضور، لانه هي مربوطه كمان ب 14 يوم حضور هذه الزيادات، صحيح؟ والحضور بده كلفه نقل. فالنقاش الحكومه عم تقول للرابطه وغير الرابطه من المعترضين انه بنناقشكم على موضوع النقل، بس ما بنناقشكم على موضوع كيف يمكن اعاده توزيع هذه الزيادات. لا، لانه درست على اساس كمان كيف تتامن ايراداتها، ويبدو وزاره المال
وصلت لصيغة أنه تحصلها، يعني بدها تمويل هيدي، بتحصلها من الرسم الجمركي ومن رفع التفئة، فبالتالي بتحصل مبلغ بيدفع رواتب. هل تعتقد أنه يجب يعني توافق تعاونية موظفي القطاع العام، رابطة موظفي القطاع العام على موضوع أنه يجب فعلا القيام بهذا التعديل ولا لا؟ يعني لما خلص لما بيطلع قرار لازم يمشي على الكلمة سابقة أنه هو دي مدراء عامين أو يمكن فئات أعلى من الفئات الموظفين العاديين إجباري تطلع رواتبهم وترتفع بهذا الشكل، لازم تكون متدرج. الظلم الأكبر هو أكيد في ظلم للرواتب الصغيرة، الظلم الأكبر أنه تبقى هذه الزيادات خارج الراتب الأساسي وخارج الضمان وخارج نهاية الخدمة، ما بيقبضها مع خارج نهاية الخدمة. نعم نعطي شيء، بنعمل شيء ترقيعي مرحلة بتصرف فيهم هلا او ما بيأثروا معك لا بنهايه الخدمه ولا بشيء، فهذا ظلم كبير. لازم تعديل حقيقي للاجور، ولكن كمان ما انا ما بلوم الحكومه بتعديل حقيقي ونهائي لانه بعدنا بالتوربيلانس، بعدنا بالمطبات، لانه ممكن بكره سعر الصرف يطلع او الى اخره، فبعدهم بالترقيع وبعدهم انه اذا فينا نحصل شويه ايرادات بندفع شويه زيادات، يعني مش زيادات بمعنى اعانات اجتماعيه يعني. لأنه خارج الراتب الأساسي أو خارج التعويضات نهاية الخدمة. سنوات هذه السنوات الترقيع هذه لن تطول ولن يستفيد منها موظف القطاع العام بطبيعة الحال كما ذكرت براتب نهاية الخدمة أو حتى الضمان الاجتماعي. راحت مدخرات نهاية الخدمة كلها، واليوم التغطيات الصحية والاجتماعية 15-20%، يعني الناس متروكة لمصيرها. يعني في سؤال أنا بطرحه ما بعرف قديش بدي جوابه، يعني كيف ممكن الناس تفقد مدخراتها، تفقد قدرتها الشرائية، تفقد ودائعها، وتقول زعيمي ما خصه، عيب الشوم. أختم معك الصحفي والكاتب الاقتصادي منير يونس هذه الحلقة، ونحن ننتظر ما ستقول إليه الأمور في قصر العدل، لأنه ما زال حاكم مصرف لبنان لدى القاضي عماد قبلان يمثل أمامه دون محاميه، ويعني غدا لنظره قريب من على ألا يكون رياض سلامة كبش محرقة، لأن هناك من أفسد في هذه المنظومة ودمر مدخرات الناس وضيع لهم مستقبلهم وطفش 300 ألف واحد من البلد. وما زال بعد في مئة هجرة وبطالة وفقر. أنا بدي أشكرك مجددا أستاذ منير على حضورك معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة. الحلقة انتهت، إلى اللقاء.